السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم، وما زال الارتفاع موجود. سجل الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم في بنوك الأهلي والمصري ومصر والقاهرة، سجل نحو 24 جنيه و15 للشراء، 24 جنيه و25 قرش للبيع. وسجل الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي مصر نحو 24 جنيه و18 قرش للشراء، 24 جنيه و28 قرش للبيع. أما السعر الرسمي المعلن من البنك المركزي اليوم للدولار، سجل 24 جنيه و20 قرش للشراء، 24 جنيه و31 قرش للبيع. فيما بلغ متوسط البيع، سجل 24 جنيه و20 قرش للشراء، 24 جنيه و29 قرش للبيع. من فضلك اللي ما اشتركش في القناة اشترك في القناة ويفعل الجرس، دعمنا باللايك ليصلكم كل جديد، وأشكركم جزيل الشكر.